أستاذ أحمد، إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان الراجل دوت قابلنا عايزين نطلع نحج، يعني هنشتغل. واحدة واحدة، راجل مين بقى اللي قابلكم؟ اسمه ابراهيم. هيجيب لنا تأشيرة عمالة، يعني بنقصد بقى نحج، يعني نطلع نحج حج بيت ربنا. طب خد مني 30,000 ماشي، ومفروض رايحين نمضي على عودات، ودي جاب لنا عودات، رايحين نمضي على عودات في القوى العاملة. فقال لك لا، العودات دي الراجل مدورة. ده المفروض صفته ايه؟ ده شغال كمندوب للشركه، او زي ما قال لك انا شغال في الشركه والكلام ده كله. احنا ما شفناش، احنا رايحين على واحد مثلا ودانا له، كان طلع معاه قبل كده، قال لك ده هيطلعك وهيسفرك وحجك والكلام ده كله. ماشي، قبلنا ادينا فلوس وادينا الجواز. المفروض كان هنروح نستلم نمضي على العودات ونستلم التاشيرات. رحنا ما لقيناش لا عودات ولا تاشيرات. قال لك الراجل ده ما نعرفش عنه حاجه، في ناس راحت تمضي تستلم عودات قبض عليها، وخدوا 4 ايام ربنا كرمهم وخرجهم ومش لاقيين لغايه دلوقتي. طيب استاذ عبد الرحمن، الموضوع حضرتك برضك نفس الكلام اللي الاستاذ احمد قاله وحضرتك، ان احنا واحد برضك عرفنا على قالوا اسمه الشيخ ابراهيم، نفسه نفس الراجل، هو نفس الراجل ده، ابراهيم ده، وقالوا مندوب في شركه داله حضرتك، وهو كوسيط في شركة دالة، أو هو في شركة دالة، يعني أعرف صاحب شركة دالة. فحضرتك رحنا، كان من ضمن الناس في القوى العاملة حضرتك، رحنا لقينا العودات مضروبة، والختم بتاع العودات ده مضروب من 2000 من 2006. يعني هو ما بينتميش لأي شركة من الشركات، هو حد بيحاول ينصب. لا حضرتك، هو اتضح إن هو من جوه الشركة، شركة دالة ده. بس الراجل بقى عشان المساله القانونيه، الراجل اللي هو صاحب شركه داله قال انا ما اعرفش، ماليش صفه به. فالناس قالوا ان هو شغال معاه وفي نفس الشركه. الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده حضرتك حصل من شهر بالظبط. من شهر؟ ودلوقتي الوضع وصل ايه؟ الوضع حضرتك ان احنا بندور عليه مش لاقيينه، بنروح لصاحب شركه داله، قال هو كان هنا وكان شغال هنا واحنا مشيناه. عملتوا اي محاضر؟ عملتوا اي بلاغ؟ هل في اي تحرك رسمي خدتوه؟ حضرتك بالنسبه للراجل اللي هو صاحب شركه داله ده والناس دول قالوا عايزين نحل الموضوع ودي، فهم بيمهدوا لغايه ما الموسم ما ينتهي، وعشان ما يحصلش لهم مشاكل ووقف للشركه. انتوا دفعتوا قد ايه؟ انا برضك زي الاستاذ احمد دفعنا 30,000. 30,000. طيب استاذ مجدي، احكي لي الحكايه. هو زي ما قالوا نفس الحكايه، بس هو اللي احنا عرفناه ان هو واخد اخت صاحب الشركه، او اخت او صاحب الشركه واخد اخته من قبيل نسب، في صله نسب، وفي حد اتمسك كان شريكه وخد استمرار محبوس. انت واخد بالك؟ ده الموضوع اللي حصل. اخده منك كام؟ انا واحد دافع 20. 20 تحت الحساب. تحت الحساب. كان لسه المفروض تديله 10 كمان يعني. طيب وقيسي بقى على كده. يعني ايه حضرتك قلت لي قبل ما نطلع هوا تعرف 40 واحد بتاع على الشكل 40 ده. انا لا 40 واحد منصوب عليه، الله اعلم ايه تاني. طب ايه الضمان لما ادوا له الفلوس 20 او 30,000؟ كان ايه الضمان؟ في بقى واحد يعني صاحبنا قال انا هجيب لكم منه وصل امانه، جاب لنا منه وصل امانه مع واحد صاحبنا يعني. يعني انتوا، لكن بتاع اللي واخد وصل الامانه ده برضو ايه بيقول طب تسيبوا لنا نحل. ماشي حل، يعني دافع 20 النهارده حتى اخدهم 15 مش مشكله عشان احل.